مساء الخير إلى كل ضيوفك أستاذ مرسيل. يا ليت ننتهز الفرصة قدام الجامعة اللي نحترمها جامعة الأيو ونحط الخريطة اللبنانية على الشاشة، بنشوف امتداد العشائر من وادي خالد للقرى السبع للوزانة للبحر. حطوا الخريطة للشيخ تفضل. كلهم من جابلين دمنا بالتراب اللبناني. بدي وجه تحية لشهداء لرجال الاستقلال أستاذ مرسيل 43 اللي بيلبسوا الكفية هاي يا جامعة الأيو، وبدي وجه تحية الكبرى لرجل الاستقلال الثاني شهيد الكبير شهيد الأمة شهيد الرئيس رفيع الحريري. واليوم نحن أول مادة بالدستور أستاذ مرسيل الشعب مصدر السلطات، الشيخ سعد الحريري شعبه اللي انتخبه وهو اللي راح يكون حصريا رئيس حكومة الفلسطينية. لأنه أنت اليوم أستاذ مرسيل غانم إذا بيصير في استفتاء بالشعب اللبناني بدي صوت لك انك تكون رئيس جمهوريه، واذا بتاخذ اكثر من 50% خذها مبروك عليك. فالشيخ سعد الحريري معه 75-80% من طائفته الكريمه، من مفروض مثل ما انا بكن وبفتخر برئيس مجلس النواب برئيس مجلس رئيس فخامه رئيس الجمهوريه بيضربوا ايدهم على الطاوله، رئيس مجلس الوزراء بحق له انه بيخبط ايده على الطاوله وبيجيب وزراء، وزير صحة بيشوف بنت عمي اللي عمرها 10 سنين اللي خربت بيت بيو لحكامة. يا جماعة طريق الموت طريق ظهر البيدر، طريق ظهر القبر مش طريق ظهر البيدر. وزارة الصحة تعمل المستشفيات الحكومية، تدعم المستشفيات الحكومية بقى المستشفيات. طيب ليش بده يحط فيتو سعد الحريري على جبران باسيل؟ ليش بده يقول لا هو ما بيكون بالحكومة؟ جبران باسيل رئيس أكبر تكتل نيابي مسيحي. ليش؟ أخذ ضلوا سنتين البلد بلا رئيس جمهورية وأخذ رئيس جمهورية لأنه أكثر أغلبية بالمسيحية.